دعين عبر عن رئاسة الأحزاب اللي أول مرة ترأست حزب وأسست حزب وكانت فيها من الطموح من اللي نعود فيها من الشجاعة والشخصية اللي نعدل لأن السياسة ما يحكر إلا الرجل لأن المرأة لأنهم اللي ما حكر لها شيء قابية اللي هي نصف المجتمع وما يزد لي ومن الساعة اللي أسسنا ذاك الحزب الحمد لله خلق تواجد كثير في الأحزاب السياسية في قياداتها في أمناء العامون وفي رئاستها في نفس الوقت اللي الحزب كانت فيه أمينة عامة حاضرة قاب زر يضارك الحمد لله أت رئيس الحزب وكان بالنسبة لنا مثمر به اللي يشجع العليات لأنهم يعودوا قائدات أحزاب ولأن ما هناك حكرة للأحزاب أنا للرجال أنا النساء وذبتت جدارتها به اللي يعني خلقت حركة التصحيح أنا ذاك الأول مساهم فيها المرأة وكان وجودها فيها قيم به اللي لولا المرأة لما كانت هاي جماعة قاعدة به اللي أول تدخل خلق في تفكك الساحة السياسية أنا ذاك بين الفرقاء السياسيين بعض الحزب بوصفه ترأسه امرأة وبوصفي أنا هي النرأسه وراسرت الأستاذ عبد الله يواد إلين عدل تقارب بين اتفاق دكار اللي خلقهم بين يقدعوا دمه في علمك يقير كانت المرأة حاضرة أنا ذاك إلين ذبتت جدارتها وعادت تعدل لأن الضيف السياسي قا يجتمع في الطاولة واحدة ويقدم الشيء للشعب الموريتاني